بعد مجازر خان يونس وانصيرات اليوم مجازر جديدة في عبسان وحي الرمال، المجازر بحق المدنيين منذ 10 أشهر ومنذ ما قبل 7 أكتوبر على مدى عقود، وهذا ما لم تلحظه منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها المنحاز المليء بالافتراءات واتهام المقاومة بتعمد استهداف المدنيين، ولم تشاهد المؤسسة الحقوقية ما يجري في معازل الاحتلال ومعاناة الأسرى الفلسطينيين. وفي كل الأحوال ردت فصائل المقاومة على هذا التقرير المليء بالمغالطات المقصودة وسط إبادة جماعية متواصلة، لكن كتائب وسرايا المقاومة تثأر لذلك من جيش الاحتلال باستهداف جنوده وآلياته ومدرعاته التي يعاني من نقص حاد فيها. أضيفت أزمة جديدة وهي أزمة تجنيد الحريديم، والحاخام إسحاق يوسف يطالب تلامذته بتمزيق طلبات التجنيد. وفي الميدان الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة يؤكد أنه في حي شجاعية أجهز المقاومون على قوة من مسافة 0، وناقلات الجند والمرتزقة أمست خردة على قارعة الطريق وعويل الجنود مسموع، وفر كالجراد بين قتيل وجريح وهارب أمام بأس مقاتلين الأشداء بحسب البيان. أما في الضفة الغربية فالعبوات الناسفة والرصاص الكثيف كان بانتظار القوات الخاصة في جنين وقلقيليا وفي جبهات الإسناد. المقاومة الإسلامية في لبنان أمطرت مستعمرات لم تخلى من المستعمرين بعشرات الصواريخ. السيد نصر الله يهدد بقصف مستعمرات جديدة إذا تمادى في الاحتلال باستهداف المدنيين، ويؤكد أنه إذا دخلت دباباتكم إلى لبنان وجنوب لبنان تحديدا لن تعانوا من نقص في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات. في جبهة الإسناد العراقية المقاومة تستهدف قاعدة معالين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير، ومصادر الميادين تشير إلى هجمات بطائرات مسيرة انقضاضية استهدفت مركزا تجاريا ومحطة وقود داخل الجناح الأمريكي في قاعدة عين الأسد. في ميدان الطوفان نرحب بكم، وينضم إلينا فيها الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية الدكتور هاني الدالي والخبير العسكري العميد شربل أبو زيد. مرحبا بكما، أبدأ معك سيادة العميد، يعني لعله المرحلة الثالثة التي دخلها الجيش الإسرائيلي سيما في منطقة شمال القطاع وصولا حتى محور نتساريم، الإخفاق الاستخباري أمام ضربات تشكيلات المقاومة، هذا النجاح الكبير للمجموعات المقاتلة التي ترصد بالعمليات المركبة وحتى بالعبوات الناسفة وعمليات التسلل إلى الدبابات، هذه المدرعات التي تدخل لتنفذ عمليات موضعية وإذ بها تقع فريسة المقاومة، كيف يبدو عليه واقع الميدان اليوم؟ نعم، نبدأ من شمال قطاع غزة. فإذن اليوم يعني وكما كل يوم العدو الإسرائيلي يعمد إلى المزيد من قصف المدن والقرى امتدادا من شمال قطاع غزة حتى وسطها وحتى جنوبها، ومجازر متتالية، ولكن اليوم يزيد إلى جرائمه جريمة يعني جديدة، ألا وهي أن هناك إقفال لخط المياه الميكروت من يعني خارج قطاع غزة إلى مدينة غزة منذ أكثر من أسبوع. اليوم مدينة غزة تعاني من نقص حاد في المياه، كذلك الأمر اليوم يعني محطات المياه في دير البلح في القطاع الأوسط أيضا توقفت عن العمل بسبب عدم وجود وقود كافي لعمل هذه المحطات، وبالتالي بدأ شمال ووسط قطاع غزة يعاني ليس فقط من عدم وجود مساعدات ومن جوع، وإنما أيضا من جوع ومن يعني قلة مياه ومن عطش. يضيف العدو الإسرائيلي على جرائمه هذه بقصف كافة مولدات الكهرباء وخاصة في المراكز الصحية. اليوم وزارة الصحة في غزة حذرت بأن قصف المولدات الكهربائية ستؤدي إلى خروج المنظمات الصحية الفلسطينية المتواجدة المتبقى منها حتى المتواجدة في شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه. هذه المنظمات سوف تتوقف قريبا وقريبا جدا عن العمل إذا ما وصلت يعني الوقود وإذا ما توقف العدو الإسرائيلي عن استهداف المولدات. فإذن العدو الإسرائيلي يعمد إلى قتل وإلى تجويع وإلى تعطيش وأيضا إلى وقف الخدمات الطبية بما يؤدي إلى موت المرضى.
اليوم في شمال قطاع غزة كانت الاستهدافات على الشكل التالي. كان هناك استهداف لبيت حنون مع 4 شهداء في بيت حنون، واستهداف لبيت لهيا مع 2 شهيدين. أما في دوار زايد ومنطقة الشيخ زايد فكانت هناك إغارات على هذه المنطقة، غارات جوية، وبالتالي كان هناك على الأقل 3 شهداء في هذه المنطقة. إضافة إلى الشجاعية أيضا كان هناك استهداف للشجاعية بواسطة مدفعية العدو. كما ذكرت في المقدمة حي الرمال هنا كان عرضة لغارات جوية كثيفة أدت إلى مجزرة بأعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في حي الرمال. كذلك الأمر في غزة، كان هناك غارات على داخل مدينة غزة وخاصة على شارع الأنفاق في مدينة غزة، سقط على أسره العديد من الشهداء والجرحى. كذلك الأمر بعد قصف المدفعي على جباليا، ما تزال هناك قصف مدفعي على جباليا على الشيخ رضوان. وأما قوات العدو التي انسحبت من تل الهوى باتجاه دوار النابلسي فهي أصبحت ترابط في محور نتزاريم وفي تخوم محور نتزاريم وتقوم بإطلاق النار على تل الهوى. كذلك الأمر تطلق النار على حي الزيتون. اليوم بحسب المصادر من شارع 8 باتجاه تل الهوى لغاية شمال دوار النابلسي، هذه المنطقة ككل هي منطقة يعني هناك قصف كثيف عليها، وهناك استهداف أيضا بالقناصة. العدو الإسرائيلي يستهدف المواطنين بالقناصة من الشارع 8 وجنوبا باتجاه شارع 10 ولقتل المزيد يعني من المواطنين للأسف. كذلك الأمر كان هناك قصف مدفعي على منطقة الزيتون بكثافة. المقاومة قصفت سديروت في هذه المنطقة، كذلك الأمر قصفت أيضا باتجاه ناحل عوز. فإذن سديروت وناحل عوز كانت عرضة لقصف المقاومة بالصواريخ وبالهاون. هذا بما يختص بشمال قطاع غزة. في وسط قطاع غزة كما هو معلوم محور نتزاريم، اليوم المقاومة قنصت جندي العدو في محور نتزاريم وأردته قتيلا. آليات العدو المتمركزة في محور نتزاريم تقوم برشقات نارية كثيفة من الأسلحة الكبيرة على الزهراء المغراقة، وكذلك الأمر على وادي غزة. ما تزال ترهق هذه المنطقة بصليات من الرصاص الكثيف. كذلك الأمر هناك قصف مدفعي على كل هذه المنطقة التي تكلمنا عنها. أما بالنسبة لأنصيرات، جميع مخيمات أنصيرات اليوم كانت عرضة للقصف الجوي، القصف المدفعي، وكان هناك استهداف لمدرسة الرازي التابعة للأنروا، وكان هناك أكثر من 17 شهيدا و27 جريحا في أنصيرات. في البريج كذلك الأمر كان هناك قصف مدفعي وجوي في البريج وخاصة على مدارس الأنروا. أيضا ذهب ضحية هذا القصف بحدود 7 شهداء في البريج. كذلك الأمر في المغازي وفي دير البلح. دير البلح كما قلنا كان هناك إيقاف لمحطات المياه، كذلك الأبار الارتوازية. كذلك الأمر كان هناك توقف لمعامل المعالجة الصرف الصحي، وهذا خطر مزدوج، خطر العطش وخطر الموت من الأوبئة التي قد تتسببها المياه الصرف الصحي وخلافه، وخاصة بأن دير البلح تحتوي على أكثر، فقط دير البلح تحتوي على أكثر من 700,000 مواطن فلسطيني. دير البلح هي مكتظة بالسكان بشكل كبير، ولذلك لا إغاثة لا تغذية ولا أيضا كهرباء ولا أيضا مياه. فإذن هناك نوع من القتل المتعمد، وهذه تصنف
ضمن جريمة الحرب بالقانون الدولي الإنساني ما يحدث في دار البلح، كما ما يحدث في وسط قطاع غزة وفي شمال قطاع غزة. اليوم المغازي كانت أيضا عرضة للقصف المدفعي، والعدو الإسرائيلي يعمد إلى قصف كل المنطقة الشرقية بالمدفعية من مدفعيته المتواجدة في غلاف قطاع غزة لناحية الشرق. هذه كانت بالنسبة لوسط قطاع غزة. أما بما يختص بجنوب قطاع غزة فكان شمال هذا الجنوب ملتهبا، وجنوبه ونعني به رفح وغرب رفح أيضا ملتهبا. نبدأ من خان يونس، غارات جوية في خان يونس، غارة جديدة على المواصي أيضا ذهب ضحيتها، أكثر من 20 شهيدا و30 جريحا في المواصي، هذه مجزرة جديدة. فهذا هناك العدو الإسرائيلي يتعمد هذه المجازر، ليس هناك من خطأ في الموضوع. كذلك الأمر مدفعيته كما في كل قطاع غزة تصلي المناطق الشرقية. عبسان الكبيرة كانت عرضة للقصف المدفعي، وكان هناك 5 شهداء في عبسان الكبيرة. أيضا القرارة تعرضت لقصف مدفعي من نيريم، وكان هناك 2 شهيدين في القرارة. البارحة كان هناك توغل بسيط باتجاه يعني خان يونس من هذه المنطقة، توقف هذا التوغل على علو المغازي. المقاومة كانت تتصدى للقوات المتوغلة وأجبرتها على التوقف في منطقة المغازي. وأما خان يونس فكما قلنا غارات جوية وقصف مدفعي، كذلك الأمر هناك قصف مدفعي على غرب المواصي وخاصة قرب جامعة الأقصى في هذه المنطقة. أما بما يختص برفح، رفح هناك مثلث اليوم، مثلث المعارك هو يبنى الشابورة ودوار العودة. هذا المثلث هو اليوم منطقة الاشتباك الأساسية في داخل رفح، وخاصة في الشابورة كان هناك اشتباكات ضارية في الشابورة، في يبنى اشتباكات ضارية، وكذلك الأمر على دوار عودة. سقط قسم من الشهداء ولكن تم تدمير آلية للعدو على دوار العودة. في الشاكوش كان هناك أيضا تعرض لمنطقة الشاكوش بالمدفعية وسقط شهداء. أما تل سلطان وتل زعرب، هذه المنطقة ما تزال لغاية الآن عصية على العدو الإسرائيلي، وهناك اشتباكات. المقاومة تقصف تجمعات العدو في هاتين المنطقتين، وخاصة دباباته بالهاون 120 والصواريخ. منطقة معبر رفح كانت اليوم عرضة لأيضا قصف من قبل المقاومة بالهاون والمدافع 120، كذلك الأمر كرم أبو سالم، وكذلك الأمر بما يختص بصوفة كان هناك قصف على صوفة. أما العدو المتدخل في منطقة الشوكة وصولا إلى مفرق المشروع، فاليوم قام المقاومون بتدمير دبابة بركافة ظهرا في مفترق على مفترق المشروع وتدميرها. أما في هذه المنطقة ونعني بها من تل زعرب ووصولا إلى معبر كرم سالم يعني محور فيلادلفيا، فلغاية الآن المقاومة تقوم بقصف أي تجمعات للعدو، وهي ترصد هذه التجمعات وتقوم بقصفها قصف دقيق، وهذا ما يؤثر على وجودها، لدرجة أن العدو بدأ بالمفاوضات سرا مع الجانب المصري لإخلاء فيلادلفيا المنطقة العازلة ما بين مصر وغزة. دكتور هاني الدالي، طلعنا اليوم موقع هيومن رايتس ووتش ببيان ملغوم مليء بالافتراءات بلا أدلة، لا يستند إلى أي مسوغ، بلا مصادر ومراجع موثوقة تثبت ادعائه، وكأنها دعاية إسرائيلية يعني بالوكالة عن آلة الدعاية الإسرائيلية. لسان حال الأمريكي كان واضحا في العديد من سطور هذا البيان الذي يتألف من 213 صفحة بحسب ما أتذكر، لعله فيه كل الافتراءات فيما يخص ما يريد الإسرائيلي قوله والأمريكي بلسان منظمة حقوقية دولية.
تحديد هذا العامل الزمني، الواقع الزمني ما بين 7 تشرين الأول تقريبا وأواخر أو أوائل ديسمبر كانون الأول، فيه أيضا نوع من الدلالة أو الإشارة التي أراد الأمريكي والإسرائيلي قوله بلسان هذه المنظمة. بالتوقيت والأبعاد والدلالات، كيف يقرأ هذا البيان؟ بداية تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. بتقديري هذا التقرير هو أعد ب يعني الذين يعدون هذا التقرير هم انتمائهم بالتأكيد للاحتلال الإسرائيلي ولخدمة الرواية الإسرائيلية وكذلك لتبرير العدوان على شعبنا الفلسطيني وتبرير المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني. نعم، التوقيت خبيث، وأراد الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت التأكيد على تبرير جرائم الاحتلال الإسرائيلي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، في هذا التقرير تجاوز لكثير من الأسس والمبادئ التي قامت وأنشئت عليها منظمة الأمم الراعية، ونحن نشهد سابقا بوجود تقارير جيدة لهذه المنظمة. أما اليوم بهذه الطريقة الوقحة فهذا دليل أن الذي أعد هذه التقارير هو أعدها بالتوافق مع الكيان الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأمريكية لخدمة الأجندة ولخدمة الأهداف الأمريكية والأهداف الإسرائيلية بتبرير حجم هذه المجازر ضد شعبنا الفلسطيني. الأمر الأهم أخي الكريم أنه لابد الرجوع للكلمة الأولى للناطق باسم كتاب الشهيد عز الدين القسام أبو خالد الضيف، والذي أكد فيها على أسس ومبادئ تعامل كتائب القسام وحركة حماس في هذه المعركة، خاصة بعدم التعرض للأطفال أو النساء أو حتى الممتلكات. وكذلك حركة حماس أكثر من مرة والمقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة أكدت على المراجعة والتدقيق في كثير من يعني السلوكيات داخل الميدان، بمعنى أنها حريصة أن تكون معركتها وفق المبادئ والأسس القانونية والدولية، والأهم أنها تتعامل من مبادئ تعليم الدين الإسلامي الحنيف الذي حرص والذي أكد والذي شدد على التعامل، عدم التعرض لا للنساء ولا للأطفال ولا للشيوخ، وكذلك عدم التعرض للممتلكات ولا للمباني ولا للحجر ولا للشجر. وهذا ما شاهدناه من كثير من المشاهد التي عرضتها كتائب القسام وسرايا القدس وعناصر المقاومة الفلسطينية في هذه المعركة. وأهم صورة كانت واضحة في التعامل هو المشاهد الشهيرة لمقاتلي القسام أثناء دخول المستوطنات وتعاملهم مع الأطفال واحترام الأطفال وتوفير الرعاية الكاملة، وكذلك توفير مقاتلين أو مقاتلون يجيدون اللغة العبرية واللغة الإنجليزية. وكذلك كانت المشاهد واضحة بالرقي في التعامل من خلال شهادات الأسرى لدى المقاومة سواء كانوا من النساء أو كانوا من الأطفال، والتعامل الراقي والحرص من كتائب القسام على التعامل مع الأسرى. وكذلك المشاهد الكبيرة في الشهيرة بالمسنين الذين قاموا بتوفير الرعاية الكاملة وقاموا أيضا بتوصيلهم إلى السيارات الصليب الأحمر أثناء تبادل الأسرى. كانت مشاهد كانت تبين التعامل الإسلامي الراقي وفق القوانين الدولية والأكثر من ذلك. ولكن اليوم هذا التقرير الملغوم الخبيث الذي يستهدف هو جزء من الرواية الإسرائيلية باستهداف شعبنا الفلسطيني وباستهداف المقاومة الفلسطينية، وكذلك هو جزء مهم بالرواية الإسرائيلية وآلة الحرب الإسرائيلية التي ما زالت تفتك ضد شعبنا الفلسطيني. هذا ما يحدث اليوم من هذا التقرير، يبين أن حتى المنظمات الدولية التي كان لها آراء جيدة سابقا، هناك سيطرة أمريكية وسيطرة إسرائيلية على عمل هذه المنظمات، وهذا شاهدناه بشكل كبير جدا أخي الكريم. محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات الدولية، مجلس الأمن، المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، الأونر، وكل حتى هذه اللحظة لم يتخذ أي قرار أو تصريح رادع الاحتلال الإسرائيلي. وفي الوقت الذي اتخذ فيه
المسؤول الكبير في الأونروا تصريحات كانت تفضح الكيان الإسرائيلي، تم ملاحقته ومحاسبته وعقابه على ذلك. وهذا يبين أننا أمام أي أننا أمام تآمر دولي عالمي ضد شعبنا الفلسطيني وضد المقاومة الفلسطينية. سأتحول وإياك دكتور إلى الميدان، حيث أكد أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس حضور المقاومة الميدانية الفعال في كل المناطق. نتابع. نؤكد وبفضل الله ومنته على حضورنا الميداني المؤثر والمستمر والفعال، وقيامنا بواجبنا الجهادي كل في موقعه وحسب تكليفه الشرعي والوطني والعسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة وساحة لبنان وسوريا. فيا أيها المسلمون والمجاهدون، قاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيفا في رفح وأزقتها في حي الشابورة ويبنى وتل السلطان، حيث العبوات الناسفة، فخر الصناعة الجهادية التي ألهبت دبابات الغزاة المعتدين، ضعيفا ذليلا في الشجاعية، حيث ناقلات المرتزقة والتي أمست خردة على قارعة الطريق. دكتور، يعني طيب سنستكمل وإياكم قبل أن نتحدث معك في هذا السياق. دكتور هاني الدالي، سرايا القدس كانت أيضا عرضت مشاهد من قنص مجاهدية أحد جنود العدو خلال التوغل الصهيوني في حي الشجاعية شرق غزة. نتابعها. القسام أيضا عرضت مشاهد للكمين في تل الهوى، نتابع ثم نناقش فيه. حدث أيضا عن أربع أحداث أمنية صعبة تعرض لها الجيش الإسرائيلي في منطقة تل الهوى. إذا هذا الحديث لوسائل الإعلام الإسرائيلية. وصلنا فوق من طرقات يمنا، قاعدين بنزرع العبوات بنهاية ربنا حفظ ربنا. هذه معركة ربنا وربنا حيصلنا في الآخر. بسم الله عليكم عليك. فوز الطيران. إذن سيادة العميد، كمائن متزامنة في منطقة تل الهوى قرب دوار الأمين محمد، كما تعرض القسام هذه المشاهد الجديدة التي وردت، طبيعة الحال تشي بالكثير من الجهد الاستخباري وحتى النطاق العملياتي.
نعم، يعني هذه العمليات بالأساس ترتكز إلى عنصر أساسي أولا وهو الاستطلاع. يعني هناك مراقبة دقيقة ودقيقة جدا. نحن رأينا كيف أن المقاومة تراقب سير الآليات العسكرية للعدو الإسرائيلي ويعني حتى عناصره المشاة، وبالتالي هذه مراقبة دقيقة وحثيثة وتبني يعني معلومات أساسية للقيام بالعمليات المركبة والمتتالية. ثم رأينا كيف يتم تفريغ الصاروخ من مخلفات الطائرات العدو الإسرائيلي، وهذا يعني يلزمه نوعا من الاختصاص الهندسي، حيث يجب أولا نزع الصمامة حتى لا يعني ينفجر الصاروخ، ثم تفريغه من ناحية العقب، وهذا ما رأيناه. ثم قام بتلغيمه وتفجير الصاروخ، وهي عملية نوعا ما دقيقة معقدة، وهذا يعني يدل على حرفية المقاومين وخاصة لموضوع الهندسة. يعني ثم رأينا استعمال عبوة الشواظ يعني في يعني ضد الآليات، ثم رأينا أيضا عمليات قنص وسواها. فهذا هذه عمليات مركبة. مجمل هذه العمليات هي عمليات مختصة للعملية الحرب اللامتماثلة. يعني هذه هي الحرب اللامتماثلة التي تحتوي على عمليات تفجير إن كان بعبوات غير نظامية أو بما تبقى من أسلحة العدو المتروكة، أو إن كان من القناصات أو يعني الكمائن. وهذا يعني أسس الحرب اللامتماثلة، وهذا ما تطبقه المقاومة وما طبقته في يوم من الأيام في تل الهوى، وخاصة قرب دوار الأمين محمد، وكانت عملياتها ناجحة وأدت إلى الكثير من القتلى والجرحى في صفوف العدو الإسرائيلي. دكتور هاني، يعني هذا النسق العملياتي كمائن متزامنة مع هذا الجهد الاستخباري العالي وتكبيد العدو الخسائر الكبيرة من جراء هذا النوع من العمليات، كيف يمكن قراءته ومن أي زاوية؟ أولا هذه المشاهد التي يتم عرضها الآن وهذه الدقة في التخطيط يؤكد ما قلته سابقا على قناة الميادين، أن الانسحاب من تل الهوى جاء أو الهروب من تل الهوى جاء نتيجة كمائن المقاومة المفاجئة وضرباتها القاسية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم كتائب القسام تبث ضربات ضد الاحتلال الإسرائيلي وهروبه وتفجيره ألياته وتدميرها بث مباشر حي، وهي بالمناسبة أنا بتقديري هذه المشاهد هي الأدق منذ بداية 7 أكتوبر. اليوم نرى التخطيط الدقيق والتصوير الدقيق وجمع المعلومات وتقدير الموقف الدقيق وكذلك استخدام أسلحة الاحتلال الإسرائيلي وكيف يتم الاستخدام وتناول المواد المتفجرة والمتفجرات من أسلحة الاحتلال الإسرائيلي. وهذا يؤكد نعم أننا يوما بعد يوم نرى أن المقاومة أكثر انضباطا، أكثر تخطيطا، أكثر ضبطا لميدان المعركة وأكثر سيطرة على هذه المعركة، وهو عكس ما كان يتمناه ويرجو جيش الاحتلال الإسرائيلي. المقاومة اليوم تحدد حتى التوقيتات، بالمناسبة إذا كان مشاهد التوقيتات للتفجيرات التي حدثت والأحداث وأزمنتها وأهدافها وعناوينها وتسلل القوات إلى الأماكن التي جاءت فيها والتعامل معها. هذا يؤكد نعم أننا أمام مقاومة وصلت إلى مرحلة مهمة من عمليات السيطرة الكبيرة في الميدان، وكذلك المرحلة المهمة في تواجد أدواتها المهمة في الميدان، سواء كانت أدوات التصوير والتوثيق وأدوات الهندسة والتفجير وتجهيز الكمائن المفاجئة والمهارة باستخدام أسلحة الاحتلال الإسرائيلي والمتفجرات وصواريخه بعملية الهندسة العكسية. وهذا ما يؤكد أيضا كمية الخسائر الكبيرة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يؤدينا إلى صعوبة أن هناك تعثر حقيقي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الميدان. أما في المقابل واضح أن المقاومة الفلسطينية تتكيف يوما بعد يوم بشكل أكبر في الميدان، وهذه المشاهد التي نراها تؤكد نعم أن الأنفاق بخير، أن كمرات المقاومة وسيطرتها سواء كان بمناطق مرتفعة أو مناطق حاكمة أو حتى مسيرات للتصوير أيضا ما زالت بخير. الأهم ما هذا ما تطرق إليه أحد المجاهدين في هذا الفيديو، يقول أنه فوق الطيارات
والمسيرات ونقوم بكل هذا المجهود العملياتي. يعني هنا أن نتحدث عن الجرأة، عن التمكن، عن السيطرة، عن التحكم برغم كل الغطاء الجوي للعدو. نعم، هذا الأهم. أنا كنت أود أن ألخص المشهد فيه ما قاله المقاتل بشكل واضح. نحن نتحرك وندير عملياتنا ونتقدم ونضع عبواتنا ونرصد ونجمع المعلومات ونوثق أمام زنانات وطائرات استطلاع الاحتلال الإسرائيلي وأمام طرادات وبوارج الاحتلال العسكرية من البحر، لأن تل الهوى قريب من البحر، وأمام دبابات ونظر جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهذا حقيقة عندما يتحرك المقاتل والزنانة فوق هي تصور الزنانة، ولكن التصوير والتوثيق الإسرائيلي يختلف تماما عن واقع المقاتل. الذي يصور ويوثق لا هو يمتلك إرادة ولا يمتلك عزيمة ولا حتى يمتلك قدرة على تمييز الأهداف أو حتى يعطي من نفسه جهد أنه يتابع الأهداف في أرض الميدان. والأهم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى حتى لو تبع يعمي بصرهم وبصرتهم، أما المقاتلين في الميدان شجاعة، تقدم، سيطرة، تحكم في الميدان، لا مبالاة بطيران الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث عن استشهادي حي يتقدم في الميدان حقيقة، لأنه في أي لحظة ينتبه المقاتل على الطائرات أو الجندي الاحتلال أو واحد من 8200 التي تراقب الميدان، في أي لحظة ينتبه على المقاتل يكون الصاروخ مباشرة والاستهداف مباشر. نحن نتحدث عن شجاعة منقطعة النظير، نحن نتحدث عن جرعة منقطعة النظير، عن أقدام منقطع النظير. لذلك هي حرب إرادات يوما بعد يوم تثبت كتائب القسام وسرايا القدس والمقاومة أنها الأقدر والأجدر والأكبر والأكثر فعالية في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي. كتاب شهداء الأقصى نشرت بدورها مشاهد من استهداف تجمع لجنود العدو وآلياته المتمركزة في محيط معبر رفح بصلية صاروخية من نوع 107 وقذائف الهاون من العيار الثقيل. سيد العميد، يعني ونحن نتابع هذه المشاهد نستذكر ما كان قاله لبيد أمام الكنيسة مؤخرا حول النقص في العداد والعتاد. طبيعة الحال موضوع العداد سنتحدث فيه في مخصص موضوع الحريديم إلى باقي المعترف بهم من قبل شعبة التأهيل للإصابات الذين باتوا خارج المعركة، لكن النقص في العتاد هذا أمر يعني له امتداد حتى جبهة لبنان. وكان علق عليه السيد نصر الله أيضا في خطابه بأنه لن يكون لكم دبابات في الميدان إذا كنتم تتحدثون عن نقص في ميدان غزة. يعني طبيعي بعد 10 أشهر من القتال المستمر والشرس وما قامت به المقاومة الفلسطينية بمختلف أطيافها في قطاع غزة ككل، من شماله إلى وسطه إلى جنوبه، بصلي دبابات العدو وآلياته. هذا يعني أدى إلى نقص حاد في دبابات العدو. هناك أكثر من 1200 دبابة للعدو الإسرائيلي تم تدميرها. نحن نعلم بأن يعني فرقة العدو الإسرائيلي هي 111 دبابة، يعني هناك أكثر من 10 فرق للعدو الإسرائيلي يعني دبابات تم تدميرها. لذلك رأينا بأن العدو الإسرائيلي بدأ باستخدام الآليات القديمة، ناقلات الجند القديمة، كذلك الأمر بدأ باستخدام المركافة القديمة. هذا يعني بدليل على نقص حاد في هذه الآليات. لا ننسى بأن العدو الإسرائيلي كان يفكر حتى في زج دباباته في منطقة
الضفة الغربية. لماذا؟ لأن هناك استنزاف لقواته بواسطة العبوات على أنواعها من قبل المقاومين في يعني الضفة الغربية، ولكن بسبب النقص الكبير في دباباته وفي آلياته هو لم يقم بزج دباباته في الضفة الغربية. كذلك الأمر، لا ننسى بأن صواريخ الكورنيت للمقاومة الإسلامية في لبنان إضافة إلى الألماس وغيرها من الأسلحة المضادة للدروع قامت بتدمير أكثر من 200 دبابة وآلية للعدو الإسرائيلي منذ 10 أشهر لغاية اليوم. مجمل هذه الأرقام هي أرقام كبيرة، وبالتالي يعني نعم سلاح المدرعات لدى العدو الإسرائيلي أصبح يعاني من نقص شديد. كذلك الأمر، أي جيش في العالم عندما يصل إلى حد معين من عديد دباباته يتوقف عن الاستعمال ريثما يؤمن البديل ولا يستطيع تخطي ما ندعوه بالاحتياط الاستراتيجي الهام لوجود هذا الكيان، وبالتالي العدو الإسرائيلي لا يستطيع تخطي الأعداد الواجبة واللازمة للبقاء على استعداد في حال مداهمته بأي خطر وجودي. لذلك نعم هو يعاني من نقص حاد في دباباته وفي آلياته، إضافة إلى جنوده. كما قال سماحة السيد هناك أكثر من 10,000 جندي ما بين يعني أطراف متقطعة كامل. وما بين أعمى وما بين يعني مريض نفسي صحيح. وإلى ما هنالك، إضافة إلى القتلى الذين تجاوزوا 9,000. فإذا هناك عديد وهناك عتاد، هناك نقص في كل شيء لدى في العمل. هذا الإطار سيادة العميد، يعني هذا ما كانت أعلنته وزارة الأمن الإسرائيلية التي كشفت عن إنشائها لجنة متخصصة للتعامل مع أعراض ما بعد الصدمة. إقامة اللجنة تتم بكل الأحوال في إطار استعداد شعبة التأهيل في وزارة الأمن للتعامل مع ارتفاع في عدد الإصابات النفسية منذ 7 أكتوبر. يعالج في الشعبة 9400 مصاب ومصابة، 36% منهم يواجهون ردود فعل نفسية وأعراض ما بعد الصدمة، ومن المتوقع استيعاب 14,000 جريح في حرب السيوف الحديدية لغاية 2024 بأواخرها. حوالي 5,600 منهم سيواجهون ردود فعل نفسية. كان مراسل صفحة حانوخ دوم العبرية قال: لقد عدت للتو من حدث خاص لجنود مبتورية الأطراف بسبب الحرب. عشرات الجنود فقدوا ذراعهم أو ساقهم. ترك الإسرائيليون جزءا من أجسادهم في ساحة المعركة. يقوم قسم إعادة التأهيل بعمل جيد، لكن يمكن للدولة بل ينبغي لها أن تمنحهم الأدوات اللازمة للقيام بالمزيد. فما رأيك رئيس الوزراء أن نترك الحديث عن التحريض ونخصص ربع ساعة لنتناول هذا الموضوع أيضا؟ أطلب مراجعة في موضوع الأطراف الاصطناعية، وحاول أن تفهم المعضلات والأسعار حتى يحصل الشخص الذي فقد ذراعه أو ساقه في الحرب على أفضل طرف صناعي. دكتور هاني، يعني لعل هذا الموضوع الشائك بالنسبة للداخل الإسرائيلي كان تحدث فيه لابيد في داخل الكنيسة، يجري الحديث فيه على المستوى السياسي وحتى على مستوى الأحزاب في الداخل، لأنه الأعداد التي كشفت عنها شعبة التأهيل هي 9,400 وصولا إلى 14,000، فما بالك بالمخفي، لأنه ما خفي أعظم على هذا المستوى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى موضوع الحريديم وهذه الدعوة إلى تمزيق الطلبات التي تدعو هذه الشريحة من المستوطنين، الشريحة الدينية، إلى عدم الامتثال لطلبات الدخول في الخدمة العسكرية. موضوع يشكل مأزقا بالنسبة للإسرائيلي. نعم، هذه المآزق وهذه المشاكل تضاف إلى مآزق الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة موضوع تعثر الجيش، المشاكل، موضوع الأسرى، الخلافات الموجودة وتعمق هذه الخلافات، هذا كله، وأيضا موضوع الأزمة الاقتصادية. اليوم عندما نتحدث عن هذه الإصابات الكبيرة، وسواء كانت الضربات أو لها علاقة بالإصابات النفسية أو حتى بتر الأطراف، وهذه المشاكل بالتأكيد هي تضاف إلى المجتمع الإسرائيلي، لأن المجتمع الإسرائيلي غير متعود على مثل هذه الإصابات وهذه الأعداد الكبيرة داخل المجتمع. لذلك أنا بتقدير هذه الأزمات تتطور وتتعمق بالمجتمع الإسرائيلي، وانعكاساتها بالمناسبة وانفجارها سيكون كبير في وجه نتنياهو وفي وجه أيضا الكيان الإسرائيلي، وهذا من المخاطر التي مخاطر وجودية للكيان الإسرائيلي، لأنه كل من جاء إلى الكيان الإسرائيلي
جاء إلى الكيان من أجل أنها حياة رغد وعيش وأنها حياة أمل وليس حياة قتال وحياة بتر وحياة اضطرابات نفسية. بالنسبة للاضطرابات النفسية هناك نقطة مهمة جدا، نقطة تؤكد أولا حجم الضربات الكبيرة لدى المقاومة الفلسطينية. اليوم نضيف أعداد جديدة بهذه الأعداد التي يعدها الاحتلال الإسرائيلي، وهي من ضمن الخسائر البشرية في المعركة، لأن هذا يعتبر من الخارج من الميدان وخارج والمفقود من ميدان المعركة ويضاف إلى الخسائر. الأمر الثاني، عندما يتم الحديث عن هذه الأعداد 9000 10000، هذا يؤكد حقيقة حجم الخسائر وحجم قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأنه معروف بالنظريات العسكرية في الحروب 3 مقابل 1، 3 من الإصابات مقابل واحد قتيل. وهذا يؤكد أن الأعداد القتلى لجيش الاحتلال الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا من ناحية، ويؤكد طبعا فعالية وقدرات المقاومة وضرباتها في الميدان. أما موضوع الحريديم هو أنا بتقديري الأخطر والأكثر خطورة على تماسك المجتمع الإسرائيلي وتماسك الكيان الإسرائيلي. لماذا؟ لأن هذه الفئة من المجتمع التي تعتبر نفسها حارس بين هلالين، حارسة التوراة، والتي أعفاها بن غوريون من بداية تأسيس الكيان الإسرائيلي عام 1948 من الخدمة العسكرية لاعتبارات كثيرة، وخاصة أنها أقل وعددها قليل في المجتمع. اليوم هي تشكل نسبة كبيرة في المجتمع ونسبة مؤثرة من الائتلاف الحكومي. رفض الخدمة الإلزامية يعني أن هناك شرخا كبيرا سيحدث ما بين الدولة العميقة العلمانية وبين المتطرفة، الدولة المتطرفة أو الصهيونية الدينية المتطرفة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا هناك سيكون هناك تعمق يعني كبير ما بين الجانب الاجتماعي والجانب الديني في المجتمع الإسرائيلي، وهذا كله يؤثر على التماسك الكبير المجتمع الإسرائيلي. هو أساسا مشكل كبير يعني ما بين إسرائيل العلمانية وإسرائيل الدينية، لن يكون له يعني سوى التداعيات الوخيمة عليهم في المقبل من المراحل. لو تسمح لي دكتور بالتحول إلى موضوع الضفة الغربية وتطوراتها مع سيادة العميد، كتاب القسام قبل قليل أعلنت عن عملية إطلاق النار في باتجاه مركبة للمستوطنين الصهاينة قرب قرية رامين شرق تول كرم، وأدت إلى إصابة 3 مستوطنين، وتأتي ثأرا لدماء الشهداء وردا على المجازر في غزة وجرائم الاحتلال في الضفة. لا تزال الضفة مشتعلة بالتوازي مع الحرب الدائرة في غزة. تفاصيل ليس فقط مشتعلة، وإنما أصبح هناك مثلث الرعب للعدو الإسرائيلي، ونعني به هذا المثلث من جنين إلى طول كرم إلى قلقيلية، ومنها إلى طوباس نابلس. هذا المثلث هو مثلث الرعب. لذلك اليوم رأينا شيء جديد لدى العدو الإسرائيلي، وهو التسلل بقوات خاصة على مخيمات هذه المنطقة. ونعني بها مثلا اليوم كان هناك تسلل بشاحن داخل شاحنة لقوة إسرائيلية خاصة إلى مخيم جنين، اشتبكت مع قوات المقاومة في جنين، وكانت الشبكات على أشدها، استعملت المقاومة الأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة، ومن ثم انسحبت القوة بعد أن تم اعتقال يعني أحد المقاومين، ألا وهو نور الدين الشبلي ومواطن خليل أبو جمهور من جنين. كل أحوال نحن نتابع هذه المشاهد التي تتفضل بالحديث عنها. نعم. كذلك الأمر كان هناك يعني لمخيم الفارعة تسللت قوة يعني للعدو الإسرائيلي، قوة مشاة خاصة إلى مخيم الفارعة، وشبكت مع المقاومة في مخيم الفارعة، تكبرت الخسائر ما أدى إلى انسحابها على الفور. كذلك الأمر مخيم بلاطة، فإذا 3 مخيمات كان هناك تسلل لوحدات خاصة للعدو الإسرائيلي، ولكن المقاومون قاموا بتفجير العبوات الناسفة، تضررت آلياتهم وتم قتل بعض العناصر، لذلك انسحبت القوات الاحتلال من هذه المنطقة. في قلقيلية كان هناك اقتحام لقلقيلية، وكان هناك اعتقال لوالدة مجاهد في قلقيلية، ونشر قناصة وإطلاق النار على منزل المقاوم بواسطة الإنيرجا. كذلك الأمر اعتقالات في عزون، كانت الاعتقالات بحدود بحدود 15 معتقل. في رام الله
كان هناك مصادرة أراضي 441 ألف متر مصادر في رام الله في الميري، دخول على الصيارفة ومصادرة الأموال في أريحة، دخول على الصيارفة ومصادرة أموال، وأخيرا اقتحام في الخليل ومواجهات مع قوات الاحتلال، ولكن المقاومة أجبرت قوات الاحتلال على الانسحاب. بالعودة أيضا فيما تبقى لنا من وقت يعني إلى جبهة سناد جنوب لبنان قبل أن نتحول إليها، أسألك دكتور باختصار ولو في أقل من دقيقة، يعني واقع اليوم الضفة إلى ما يشي ولا ما سيؤسس في المقبل من المراحل؟ نعم، يؤسس أننا أمام مقاومة استطاعت أن تتجذر في بعض المناطق وأن تبني قاعدة انطلاق لديها، وخاصة في جنين وطول كرم، وأن تتوسع في مناطق أخرى، وآثار هذه العمليات أصبحت واضحة. اليوم ما يهمني في إعلان كتائب القسام حول تبنيها لعملية طول كرم، هذا يؤكد أن هناك فاعل ومتغير مهم دخل في هذه المعركة، وهو طول كرم التي أصبحت قاعدة. الأمر الثاني وهو فعالية كتائب القسام وعملياتها النوعية والتي دخلت على مسار هذه المعركة بشكل واضح وبشكل مؤلم لجيش الاحتلال الإسرائيلي. العملية التي أعلنت عنها كتائب القسام من شرق طول كرم هي نفس المكان الذي تم تنفيذ منه عملية بقيادة الشهيد بخليل كتائب القسام على الشهيد علاء الشريتح قبل 6 شهور، وكانت عملية مركبة وأدت إلى مقتل جنديين وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يؤكد نعم أن العمل أكثر تطورا وأكثر إلاما لجيش الاحتلال الإسرائيلي. بالعودة إلى جبهة سناد جنوب لبنان، وقبل أن نتطرق إلى أبعاد الكلمة أو الخطاب الذي خرج به السيد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء اليوم، هذه الجبهة ما هي أبرز النقاط والاستهدافات التي تتوسع بها المقاومة وفق أي معادلات جديدة؟ يعني في القطاع الأوسط ما تزال كريات شمونة تتعرض ل يعني رشقات من صواريخ الفلق والكاتيوشا بشكل كثيف. أهمية كريات شمونة أنها عاصمة إصبع الجليل، العاصمة الاقتصادية، العاصمة الإدارية، العاصمة الصناعية. عندما نتكلم عن كريات شمونة هناك مصانع إلكترونيات، هناك مصانع للصناعات الزراعية، هناك مصانع لكيميائيات. فإذا كريات شمونة هي عاصمة اقتصادية. كريات شمونة هي 15 كيلومتر مربع، ولكن يقطنها يعني عدد كبير من السكان. هذه المنطقة أصبحت خالية وما تزال تتعرض للقصف بشكل يومي. كذلك الأمر بيت هلال، كان هناك استهداف لبيت هلال بصواريخ كاتيوشا، ولكن الجديد اليوم هلا بطبيعة الحال العدو الإسرائيلي قصف كفركلا وقصف يعني الخيام وقصف دير ميماس بالمدفعية والوزاني وبليدا كذلك الأمر. هذا يعني دائما ما يتم هذه الاستهدافات. أما الجديد اليوم فهو كما قال سماحة السيد استهداف مناطق جديدة بأسلحة جديدة، وبالتالي اليوم تم استهداف 3 مناطق قرب ميرون، وهي أور هاجنوز وبار يوحاي، وكذلك الأمر كفر حوشم. فإذن هذه المناطق الثلاثة بالإضافة لقاعدة ميرون ومنطقة ميرون تم قصف هذه المناطق اليوم برشقة صاروخية من الكاتيوشا، ولكن قاعدة ميرون كانت نصيبها أكثر من 20 صاروخ كاتيوشا اليوم. كذلك الأمر بالقطاع الغربي، كان هناك استهداف لمنطقة عرب العرامشة لدميت لعفدون ولكابري. كابري أيضا كان هناك استهداف لكابري بأكثر من 20 صاروخ، وكذلك الأمر كان هناك استهداف لجشر هزيف ولساعر في نهرية شمال نهرية. نعم. العدو الإسرائيلي غار 3 مرات على عيتا الشعب بالطيران الحربي، إضافة إلى المسيرات. كذلك الأمر على أم التوت، كان هناك 5 شهداء بينهم 3 أطفال، وكذلك الأمر على باقي المناطق. قبل أن نتحول إلى جبهة اليمن والعراق، هذا ما كان قاله السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله حين حدد الاحتلال باستهداف مستعمرات لم تقصف من قبل أو من قبل إن استمر في استهداف المدنيين. نستمع إليه. أنا اليوم أريد أن أقول للعدو
إن التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها في السابق. وهذه أيضا مشاهد من العملية المشتركة للمقاومة الإسلامية في العراق أيضا والقوات المسلحة اليمنية، سنتابعها بعد استعراض الخريطة معك سيادة العميد، أو التزامن مع هذه المشاهد لكي ندلل عليها بالخريطة لاستهدافات أعرضها السيارات القضادية المقاومة الإسلامية في العراق عبر الإعلام الحربي. نعم، هي مسيرات قضادية يعني تستعملها المقاومة العراقية، كذلك الأمر تستعملها القوات المسلحة اليمنية بكثرة، هي يعني خاصة أنه هذه أيضا القوات المسلحة اليمنية. مشاهد لعمليات استهداف سفينة قايس لاين النفطية التي استهدفتها القوات المسلحة يوم أمس بزورق مسير في البحر الأحمر لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. مجددا هذه الزوارق المسيرة التي كنا سبق وشرحنا يعني عنها في غير محدد النوع، إذا كان طوفان ولا طوفان مدمر، ولكن هو زورق يعني مسير مثل الطيارة المسيرة. وهذه المشاهد تدحض ما كان قاله الأمريكي وغيره بأن السفينة لم تصب، هي أصيبت وتم تدمير قسم كبير منها بواسطة زورق مسير، وهذه نقلة نوعية للقوات المسلحة اليمنية باستهداف يعني الزوارق المسيرة. وهي عملية من ضمن ثلاث عمليات كانت قد قامت بها القوات المسلحة اليمنية، عملية على الكايوس لايونز، وعملية أخرى أيضا في البحر الأحمر على بنتلي أيضا سفينة بحرية، وثم في البحر الأبيض المتوسط استهداف سفينة أولفيا. وكان عكاس كان أيضا الإسرائيليون عبر مدراء المرافق في الداخل الإسرائيلي في داخل فلسطين المحتلة عبروا عن إفلاس بعض الموانئ جراء التبعات الاقتصادية لهذا الاستهدافات. صحيح، ولكن اليوم نحن أمام شيء يعني مستجد جديد، وهو يعني استهداف قاعدة عين الأسد في العراق. عندما نتكلم عن ذلك وكأننا أمام ما قالته المقاومة العراقية بعد مجزرة المواصي، بأن ما قبل مجزرة المواصي ليس كما بعدها، وأن الاستهدافات ستبدأ من المجزرة ويعني ما بعد. وبالتالي كان هناك استهداف لعين الأسد، للجناح الأمريكي في عين الأسد بمسيرات انقضاضية، ويبدو أن كان هناك إصابات قاتلة في صفوف الجنود في عين أسد. ويعني هذه عملية يعني بداية مرحلة جديدة على ما يبدو في العراق من قبل المقاومة العراقية. أختم معك دكتور بتعليقك على ما أورده السيد نصر الله من تهديد في تصريحاته. نعم، واضح أنه السيد حسن نصر الله يثبت معادلات جديدة في المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، ردا على المعادلات التي يحاول أن يثبتها نتنياهو بالاستفادة من حرب الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام، والتي حاولت تثبيت معادلة زيادة الضغط الناري للدرجة الأقصى لإجبار الفيتناميين للتنازل في المفاوضات، ولكنها فشلت. اليوم نتنياهو يستخدم نفس المعادلة في غزة بالضغط الناري والمجازر، وأتبع ذلك من خلال تصريح واضح أنه بنزيد من الضغط يولد مزيد من التنازلات، ولكن المقاومة ردت عليه بصمودها في الميدان وعملياتها النوعية والإدخال أكبر بجيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم السيد حسن نصر الله يرد بشكل واضح على محاولة نتنياهو للضغط الناري واستخدام الأقصى واستهداف المدنيين بتثبيت أكثر من معادلة. المعادلة الأولى وهي أنا بتقديري الأهم وهي من أعلى المعادلات، وهي حينما قال بأنه إذا فكرتم بالدخول إلى لبنان بدباباتكم سيتم تدميرها بالكامل حي ومباشر، وهذا يؤكد الجاهزية الكبيرة للمقاومة اللبنانية والمعادلة التي يثبتها بأنه لن ترجع الدبابات للكيان الإسرائيلي، التدمير سيكون كامل بكل دبابات الاحتلال الإسرائيلي وعلى البث المباشر. أما المعادلة الثانية فهي كانت
تثبيت معادلة أن استهداف المدنيين سيطور المعركة إلى استهداف مستوطنات وأماكن جديدة في عمق الكيان الإسرائيلي، وسيدفع الاحتلال الإسرائيلي الثمن، وهذا بالتأكيد سيربك نتنياهو وكل حساباته الموجودة. أما المعادلة الثالثة وهي التي أكد عليها ويؤكد عليها أن الجبهة اللبنانية مرتبطة بشكل كامل في قطاع غزة، في حال توقف العدوان تتوقف، في حال استمر تبقى مستمرة بإسناد شعبنا الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. شكرا دكتور هاني الدالية، شكرا أيضا للسيادة العميد شربل أبو زيد، ويبقى الشكر الأكبر لكم سادة المشاهدين لطيب المتابعة. هذه الميدانية انتهت، نختمها بفاصل نشرته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لحكيم الثورة جورج حبش بعنوان عهدنا أن نبقى نقاتل ونقاتل ثم نقاتل ثم نقاتل لسنوات، لعشرات السنوات، لمئات السنوات إذا لزم الأمر. إلى اللقاء. فإن أجيالنا صاحبة متحدة دينا مقابل ودينا رابع وخامسة وسادسة أن تستمر في القتال حتى يتحرر هدف تحرير الأرض، تحرير الوطن، وتحرير الملكة. عهدنا لكل شجرة زيتون على أرض فلسطين، عهدنا لكل غصن ذلة تنفذ في أرض فلسطين، عهدنا أن نبقى نقف ونقف ثم نقاتل ضد نقاتل لسنوات.